ماشي نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الحاسوب. اليوم نستمر على محاضرة الوورد، ومثل ما تشوفون المحاضرة عندكم الوورد يعني الفاير أو الملف، فإحنا راح نشوف نكمل وين وصلنا. باعوا بالنسبة إلى فتح البرنامج، فتح النافذة، باوع نروح إلى ستارت ونذهب إلى All Programs مثل ما تعلمنا، ونروح إلى المايكروسوفت أوفيس ونطلع أيقونة هاي مثل ما تشوفونها مايكروسوفت أوفيس، ونروح إلى الوورد 2007 وتشوفون هاي النافذة الرئيسية للبرنامج. بالنسبة للكتابة قلنا هاي النافذة النشطة اللي هسه تشوفون المؤشر جاي يشتغل. النافذة النشطة من نريد نكتب بيها، لاحظوا الكتابة باللغة العربية، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ هنا أي الكتابة، أي تنسيق على الكتابة لا يتم إلا بالتضليل. ما أدري جاي تشوفون تسمعون بابا، بس واحد يقول لي نعم دكتور نسمع. جاي تشوفون هسه اللي أكتبه بسم الله الرحمن الرحيم، واضحة عندكم على الشاشة؟ نعم دكتور واضح. شوف، أي عملية تنسيق على الكتابة تتم بالتضليل، ما يمكن أن نسوي أي شيء إلا بالتضليل. هنا قدامكم أشرطة القوائم جاي تلاحظوها، هنا عندنا على الخط، شوف هنا خط، هاي كلمة الخط، نقدر نطوخ، شوف غامق، الغامق بي، الغامق يعني بي، وشوف إذا يجيك سؤال مثلا كلمة غامق شنو إيعازها، أو الإيعاز غامق شنو إيعازها بالكيبورد، شوفوا واضح بصفك كترال بي هنا ينكتب، شوف بس مجرد اوقف عليه كترال زائدا بي، اظلل، شوف هنا أنا هذا المائل، اقدر المائل تغيير النص المحدد ليصبح مائلا، شوف من انقر عليه صار مائل، وهنا التسطير ايضا كترال يو، ها في جيك الإيعاز كترال يو، هنا كترال اي، هذين ضمن نافذة خط. فلاحظ اذا اريد اوسط اروح للفقرة، اروح للفقرات هنا شو مفعل عندي؟ محاذاه النص لليمين، اقدر اخليه توسيط، التوسيط كترال اي، شوف مجرد ما انقر صار عندي توسيط. اقدر مثلا اكبر الخط، اروح المن الى خط حجم الخط، شوف كترال شيفت بي، اذا انقر كترال زائدا شيفت زائدا بي يعطيني حجم الخط. هنا انقر اقدر اكبر الخط بالرقم اللي يفيدني 26. اقدر يعني بصوره اسهل هنا هاي عندك يعني تكبير الخط بوينت زائدا كترال، وهنا بوينت او فارزه زائدا كترال، شوف هنا انقص بالنقر وهنا اكبر بالنقر، هاي صارت عندي الكتابة. من تنتهي الفقرة عندك السطر، إذا أبدي سطر جديد أدوس إنتر. هسه شلون إحنا نميز؟ خلي نطلع لنا كيبورد، لأن الكيبورد مالتي مال الحاسبة ما أشوفه، فنطلع شو نسوي بهالحالة؟ لو أسألك هسه أنا أريد أشرح لكم وأوضح لكم، أريد أطلع لكم كيبورد، الكيبورد هنا يمي، فش راح أسوي؟ أطلع الكيبورد الضوئي، فاروح انقر على شريط المهام، اروح التول بارز وافعل عندنا الكيبورد الضوء، شوف مجرد ما انقر عليه ظهر عندي، خلي انزل، شوف مثلا هنا نحول كترال شيفت، خلي نحول للعربي، بس دقيقة
جاي ما ياخذ، جاي ياخذ نشوف اللغة العربية، خاف ما جاي يجي هنا عندنا. هاي اللغة العربية. باعوا شباب نستمر. مثلا أريد أكتب الحمد، شوف هنا أنت نزل عد الخط الحمد، وكأنه أنا جاي أكتب، أو أنت الحمد لله رب العالمين. هذا بالكيبورد او السكرين كيبورد. لاحظ هنا زين، عندنا من الاشياء التنسيقيه، احنا هسه لحد الان جاي نشتغل على الصفحه الرئيسيه. من الاشياء التنسيقيه انه نقدر نظلل، وشو نروح؟ نروح الى نسخ باوع على اليمين على الصفحه الرئيسيه على النسخ انقر. ومثلا احتاجيت بسم الله الرحمن الرحيم في صفحه اخرى في صفحات المستند، فهنا اذا اقدر الصقها، شوف باوع شو اسوي، انقر هنا راح يتفعل عد اللصق، شوف صارت بسم الله الرحمن الرحيم، واقدر مره ثانيه واقدر مره ثالثه، اقدر اكرر اللصق باوع. اذا في صفحه اخرى، هاي صفحات اخرى، لاحظوا زين، هسه من يقول لي كم صفحه فتحنا؟ هسه هنا انا ما جاي اشوف يا صفحه، صفحه اربعه، هاي شوفها على الشريط هنا صفحه اربعه موجوده. زين اذا اريد اضيف بسم الله الرحمن الرحيم، شوف تنضاف لي. هذه الاشياء التنسيقيه. لاحظ مثلا بعد من الاشياء التنسيقيه اللي نستفيد منها، مثلا ننقر نقول الرحمن الرحيم، هذه كلها أشياء تجي بيها أسئلة باب. إذا أريد خلي نقول كتبتها بالطريقة العادية، هذه الرحمن الرحيم، زين عجبني أنه أسويها نفس هذا الحجم، ماكو داعي بعد مثلا أنسقها أنه أظلل وأروح وأكبر، لا أروح لهذه أي وحدة منها، لو كلمة واحدة، شوف لو كلمة باسم، هاي البسم، واروح المن نسخ التنسيق اللي هو كترل شيفت سي. نسخ التنسيق راح يتحول مؤشر الماوس، شوفه ايش راح يتحول، فرشه فرشات، شوفه تحول من مؤشر هنا سهم، صار هنا عندنا صار فرشات. من اظلل انقر بزر الماوس الايسر واسحب اسحب، شوف اخذ نفس الحجم، نفس الحجم، شوف هنا 48 اريال هذا الخط، وهنا ايضا 48 اريال. اذا نستفيد بنسخ التنسيق انه هواي امور توفر لي وقت، خصوصا بالجداول، راح تشوفون هسه من نشتغل على الجداول اي اشياء نشتغلها بالجداول نحتاج بها الى نسخ التنسيق. هذا هسه شغلنا بالنسبه لموجودات نسخ التنسيق. عندنا القاص ايضا، هذه اللي تشوفوها امامكم الحافظه، هذه الحافظه من انقر الايقونه هنا، شوف في المؤشر مالها السهم راح تطلع لي شنو الاشياء اللي تم نسخها، شنو الاشياء اللي اشتغلتها. انا هسه قبل شوي نسخت بسم الله الرحمن الرحيم، يقدر يكتب لي 24 مقطع أنا أستنسخها، مثلا الرحمن الرحيم، هسا من أنسخها أقول له مثلا نسخ وأجي أنقلها هنا، شوف بمجرد ما ألصقها شوف أجت صارت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم صارت للأسفل، الأحدث منه هي الأعلى، أحدث وحدة هي الأعلى. هذا أيضا أستفيد من عنده بيش باللصق، مثلا ثاني يوم من أرد أجي أشتغل واحتاجيت مثلا هسا جيت للصفحة أربعة هنا بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا احتاجيت الرحمن الرحيم هنا، انا احكي هيك بس مجرد مثال، بس بالعمل
يجوز تحتاج بالكلمات من تكتبون بحوث من تكتب أي شيء. فأجيت هنا ثاني يوم من تشتغل بالحافظة تظل موجودة بها كل الأشياء اللي يتم العمل بها. فلاحظ هنا تقدر تضيف الرحمن الرحيم، يعني مجرد شوفها بس أنقر عليها صارت بسم الله الرحمن الرحيم صارت، وهكذا. شوف ايش قد بيمرونه العمل مالته، بيمرونه مسح الكل، اذا اردى مسحها انتهت، بعد ماكو اي خيارات اغلق منها. شوف غلقت زين. هاي بالنسبه لمن؟ بالنسبه الى التنسيقات اللي يشوفونها الان. خلينا ننزل نشوف المحاضره مالتنا، نشوف هذا من انغلقه يروح المؤشر لليمين. زين، عندنا هنا التنقل ضمن مستند وورد، التنقل بين السطور والكلمات عند الوقوف على أي كلمة والضغط على السهم الأيسر فإن المؤشر سينتقل بمسافة حرف واحد إلى اليسار. جاي تشوفون المسافة راح ينتقل إلى اليسار. لاحظ هنا من أوقف بالسطر، لاحظ أرجع على مستند الوورد مالتنا بسم الله الرحمن، من وقفت هنا السهم مالتي، خلي راويكم إياه هنا حتى تشوفونه. شوف السهم هنا إذا أدنا لليمين، شوف ياخذ حرف واحد، شوف لليمين حرف واحد، لليسار حرف واحد، شوفوا لام راء حاء ميم نون، شوف يطفر سطر سطر، يعني عمود، بمعنى هو بالحقيقة عمود للأعلى وللأسفل. إذن أقدر أتحكم بالمؤشر على الكلمات بالنص، إذا كان النص هذا النص مالنا كبير، يعني إذا كان نجي نقدر نزغره، شوف بالتنسيق ذني زغرا ذني ما كبرا، بعد ما أرجع أنا أروح رأسا نسخ التنسيق، شوف تتحول إلى المؤشر، يتحول إلى فرشات، شوف صار كلهن سوى. هذا الاختصار. فهنا من يصير الانتقال باوع بالسهم، أقدر أنتقل للأعلى وللأسفل ولليمين واليسار. زين، بعد زين التنقل لبداية ونهاية الصهر السطر، إذا تم إسقاط مؤشر الكتابة على أي سطر ثم الضغط على مفتاح هوم سيعمل على نقل المؤشر إلى بداية السطر. باوع يجيكم مثلا فراغات بالامتحان النهائي، الإعاز فراغ يعمل على نقل المؤشر إلى بداية السطر. شنو الإعاز؟ هوم. نرجع ننفذ باوع إحنا حتى يصير عندنا عملي ونظري. بالتنفيذ بالتنفيذ هنا شوفوا هوم، شوف صار بالبداية هوم، شوف بسم الله الرحمن الرحيم هنا من نقول هوم صار بالبداية، بالأخير هوم صار بالبداية. لاحظ يصير عندي بداية السطر، وعند الضغط على مفتاح end سيعمل على نقل المؤشر إلى نهاية السطر المكتوب. أرجع مرة ثانية أنفذ، لاحظ هسا أنا وين بلفظ يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالباء، شوف من أقول end راح للأخير، لأن هنا أنا عندي يعني بسم الله الرحمن الرحيم أربع كلمات، لو كانت كلمات أكثر يعني رأساً وين ينتقل؟ ينتقل للأخير، وهنا ينتقل للبداية. إذن بداية السطر هوم، نهاية السطر إند. نرجع لمحاضرتنا، عند الضغط على المفتاح بيج أب عدة مرات فإنه سينقل المؤشر صفحة للأعلى، وإذا ننقر بيج داون عدة مرات سينقل المؤشر إلى صفحة للأسفل. خلي ننفذ بالله نشوف هنا، شوف بيج أب عدة صفحات، شوف كأنه جاي بالمسطرة، شوفوا شلون بالمسطرة، هاي على اليمين، هاي المسطرة أشر عليها بالماوس الأيسر وأحرك براحتي، فهنا أجي على على البيج أب، شوف البيج داون تنقل لي يا المن صفحة صفحة للأخير. إذن للأعلى بيج أب شوف، وللأسفل بيج داون. هاي بالنسبة
يعني يعمل عمل المسطرة اللي على اليمين. زين، الانتقال إلى بداية وآخر المستند مهما كان عدد صفحات المستند الذي نعمل فيه، فإن الضغط على المفتاحين كترال زائدا أنت شي يسوي لي؟ يعمل على الانتقال إلى آخر المستند، والكترال هوم يعمل على الانتقال إلى بداية المستند. شو خلينا نشوف بالله ننفذ، نروح للكترال. شوف هنا هسه، هنا عدي أدوس كترال، هاي الكترال يعني كنترول زائدا هوم. شوف يصعد وين؟ للبداية. إذا كترال زائدا انت وين ينزل؟ ينزل صفحة 4. لاحظوا هنا بالأسفل، أسفل اليمين صفحة 4، راح ينزل إلى صفحة 4. إذن أعيد، شوف هسه هاي فوق، شوف آخر صفحة كترال هوم طلع لي. فهذا المن يفيدني إذا عندي بحث مثلا كتاب، أتصفح كتاب 500 ورقة منزله أنا على الحاسبة، كتاب تفسير أو شيء، أو مثلا عندكم أنتم قواميس مال مثلا التجسيم مال الجسم، فشلون تتصفح بي؟ تتصفح بي بهالصورة. زين، بعد نرجع، إذا أنتقل إلى صفحة معينة، أفرض أنه أنا عندي كتاب يتكون من 500 صفحة أي قاموس، وأريد أطلع مثلا الصفحة 221 لنفترض. زين، أروح أقلب 221 ورقة؟ لا، المن شنو الحل؟ أروح شوف هنا بالتبويب تحرير، شوف التبويب تحرير، أروح إلى البحث على اليسار، أعلى اليسار، هذا اللي تشوفوه قدامكم، أعلى اليسار، لاحظ أروح للبحث، ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني البحث عن، ايش أقول له؟ أقول له الانتقال إلى، مو البحث عن، الانتقال إلى. يابه يا المؤشر انتقل لي إلى الصفحة، هسه مثلا أنا بصفحة واحد، أقول له انتقل لي صفحة 4. شوف شوف، بمجرد ما أفعل الانتقال إلى، شوف نقرت طلعت صفحة 4. أغلق هذا، خلينا أخرى، شوف هاي هي الصفحة 4. لاحظ أسفل اليمين الصفحة 4 من 4، 4 صفحات من 4، حتى يعطيك عدد الكلمات 34 كلمة. ها واضحة؟ نعيدها. إذا أنا عندي ملف من 500 ورقة وأريد أبحث عن الورقة مثلا 310، زين شلون أروح الصفحة 310؟ لا، أروح رأسا بحث، وهاي الشباب يشوفونها مرات من تجي الأسماء مال العراق كله على النتائج، نكتب التسلسل، بس بمجرد ما نكتب التسلسل رأسا يطلع لي. فهنا مثلا أقول يا بيا صفحة يا 400 مثلا و42، بمجرد ما أقول له الانتقال إلى، رأسا تطلع لي الصفحة. إذا نشوف إيش قد بي مجال بالعمل، يعني مجال العمل إيش قد متاح لنا. زين، هذه اللي شفناها قدامكم، شوف الانتقال إلى. وبالمناسبة طبعا نرجع على الباوع، إحنا إذا نقول انتقال إلى هنا شين صفحة، باوع عدة أشياء أستفيد منها، مو شرط إلا صفحة. مثلا هذا عدي رسم، أرد أطلع مثلا رسم الكلى، أروح أقول له رسم، شوف هنا رسم بيا صفحة، أو أكتب له اسم الرسم، معادلة، كائن، جدول، أي شيء من ذن الأشياء هذه أكتبها إله. شوف هنا لأرد صفحة، مقطع، يجوز أريد مقطع، فمجرد ما أكتب أي شيء أدخل رقم المقطع، بس تدخل بي رقم رأسا يطلع لك التريدة. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الانتقال. بعد عندنا الضغط على المفتاحين كترولوجي، يظهر لك نفس صندوق الحوار. يعني لاحظ هنا، أرجع ما أندل أنا البحث، البحث شلون أطلع؟ أقول أنت كترول زائدا جي،
الجي اغير هنا انجلش فكترة زائد انجي شوفه طلع صندوق الحوار بحث واستبدال اعيده اذا كان باللغة العربية الكيبورد اغير احنا شلون نغير بالكيبورد كترال شيفت كترال شيفت هسه نشوفه بس اعطيني دقيقة اي فاحنا انجليش هنا شو نقول كترال زائد كلامك صحيح كترال زائدا جي اللي تظهر لي البحث والاستبدال كترال زائدا جي نمسحها كترال احنا ذا باللغة الانجليزية كترال وجي شوف يطلع لي رأسين البحث والاستبدال زين بعد عندنا في اسفل شريط التمرير العمودي نضغط على الدائرة الموجودة بين سهمي التنقل عبر الصفحات المسمات تحديد استعراض كائن خلينا نشوف هذا وين هذا شو يطلع لي يطلع لي استعراض حسب الصفحة باو هذا منين النفذة شباب أروح أرجع إلى الملف مالتي شوفوا هنا هذا هو شريط التمرير يقل للأسفل هذا هنا تحديد استعراض كائن شوف هاي الدائرة بين السهمين بين سهمين التصفح أنقر شوف هذا الشكل نفس الشكل اللي ظهر لي شريط أبحث أبحث عن جدول أبحث عن رسم أبحث عن عنوان عن تحرير عن بحث وهكذا الانتقال إلى شوف أنقر انتقال إلى ظهر لي نفس الشيء نفس الإعاز إذن أقدر بكم طريقة هسه صار عندنا بكم طريقة بثلاث طرق ركزوا شباب بياي بكم طريقة يمكن الانتقال إلى صفحة معينة في مستند هكذا يأتي السؤال هيك يجيك السؤال بكم طريقة يمكن الانتقال إلى صفحة معينة في مستند الجواب بثلاث طرق يا بياهن ثلاث طرق بحث واستبدال على الصفحة الرئيسية بحث واستبدال بالصفحة الرئيسية واحد كترال جي اثنين وثلاثة تحديد استعراض كائن وين على شريط التمرير اذا صار عندنا بثلاث طرق ونقدر مثل ما تشوفون شوفوا هذا الرسم هو نفسه اللي موجود اللي شفناه هسه الان زين نجي هنا الى تحديد نص دائما شباب بالكتابه هواي نحتاج هسه هاي قدامكم النص اللي تشوفوه مثلا هاي شوف مثلا هاي كلمه رد اضللها احتاج قطع احتاج تكرار فاذا ايش يحتاج من عندي دائما عمليه تحديد اريد اسوي تنسيق على كلمه معينه فاحتاج الى تحديدها هسه شلون نشتغل بالتحديد خلينا نشوف عندنا الكثير من عمليات التحرير والتنسيق في وورد تحتاج قبل ان نقوم بتنفيذها الى تحديد النص المشمول بتلك العمليه خلينا نشوف اول شيء تحديد كلمه شلون أحدد كلمة واحدة؟ أنقر عليها مرتين لكي نقوم بتحديد كلمة فقط ننقر عليها مرتين بالماوس سنجد أن الكلمة قد وضعت في إطار ذات لون سمائي بينما وبمجرد نقر الماوس في أي مكان سيلغى التحديد ولتحديد أكثر من كلمة متجاورة في سطر واحد نقوم بوضع مؤشر الماوس في أول كلمة ثم نقوم بسحب الماوس بالاتجاه يمين ويسار هذا الحكي خلنا نطبقه نفتح اريد كلمه بسم الله خلنا نطلع ذن الكبار الفوق شوف خليهن بسم الله شوف هذه هسه عندي هنا المؤشر شوف راح انقر نقرتين الظل الحمد نقرتين شوف بس نقرتين تتحدد أنقر خارج أي كلمة أنقر برا رأسا يروح من عندنا التحديد واضحة أعيدها
هنا شوف لفظ الجلالة الله نقرتين الظلل رب العالمين، بس كلمة رب نقرتين الظلل. زين شي يقول هو؟ يقول إذا أردت أن تظلل أكثر من كلمة بالسطر الواحد فش تسوي؟ تستخدم زر الماوس الأيسر وتسحب. شوف هستانا ناقر زر الماوس الأيسر وأسحب، أريد أسحب لليمين لليسار، وين ما أريد أظلل أظلل. إذن إيش نستفيد من هاي الفقرة؟ إنه لتحديد كلمة أنقر عليها بنقرتين، وإذا أقدر أوخر التحديد مالي أنقر خارج الكلمة. هاي انتهينا. زين إذا عدة كلمات بنفس السطر مؤشر، وراح يجينا سؤال إذا عندك مثلا عدة كلمات بالصفحة كلها شلون تستخدم التأشير؟ راح نستخدم الكثرة. هسه هم نجيها واضحة. تحديد سطر شلون نحدد السطر؟ وذلك بوضع مؤشر الماوس على يمين السطر والذي يكون على شكل سهم، ثم النقر فيتم تحديد السطر. خلينا نشوف بالله، هاي عندنا فقرة. شوف هنا المؤشر مالتي سهم، على بسم الله الرحمن الرحيم شوف نقرة واحدة، الحمد لله رب العالمين نقرة واحدة، جاي شوف يظل أي كلمة أي سطر العفو راح يظل. وأقدر من أظل شوف أقدر أنزل بنقر الماوس الأيسر، أظل أستمر بنقر الماوس الأيسر وأنزل للأسفل. هذا كله تضليل، هذا كله تضليل. إذن هذه الطريقة الثانية لتحديد السطر. تحديد فقرة، شنو الفقرة؟ الفقرة بالوورد هي كتابة حروف أو كلمات أو أسطر بالضغط على مفتاح انتر تتكون الفقرة. يعني كل ما أكتب نهاية الكتابة أنقر انتر، هاي فقرة انتهت. فمن أنقر انتر يعني فقرة جديدة. شلون يتم تحديدها؟ بالضغط 3 مرات متتالية على أحد أجزاء الفقرة. خلينا نشوف، شوفوا شباب التنفيذ. هاي هسه بمجرد ما أنقر انتر شوفها صار مؤشر الماوس إلى الأسفل. خليه لليمين مثلا، أقول مالك يوم الدين. شوف هاي فقرة، ليش؟ شوف لأن نهايتها بإنتر، هاي من أنخيها بإنتر هم صارت عندي فقرة جديدة. زين لاحظوا شباب، بالنقر 3 مرات متتالية تتحدد الفقرة. بالنقر 3 مرات شوف هاي الفقرة كلها، شوف هسه وين التضليل إلى الأخير. شوف هذا كله تحدد 3 مرات. أنقر هسه برا نقرة واحدة انتهت بعد هاي، لأن شوفها أجاعيتها. أنقر 3 مرات في أي مكان تحدد الفقرات كلها، يعني الملف مالتك إذا 500 صفحة كله يتحدد. بعد أقدر أسوي له إعاز آخر كترل أي، خلينا نجيبه هنا، خلينا نسوي إنجليزي باو كترل زائدا أي. شوفه تحدد كل، هسه نوخر باو كترل، هسه شوف كله أبيض ما متحدد. أروح هنا كترل، وين راح الإنجليزي؟ كترل أي، شوفه تحدد. هذه التحديد بالكترل أي يحدد لي كل الفقرات أو كل الكلمات. زين بعد الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية مثل ما اتفضل هسه زميلكم ألت زائدا شفت، أنا اللي خطأت كتبت كترل لأن ما منتبه على جوابي. Alt زائد Shift، إذا نضغط على المفتاحين Alt Shift راح يتحول للكتابة باللغة العربية، وإذا رجعنا مرة ثانية كتبنا Alt Shift راح يرجع باللغة الإنجليزية. أكو طريق ثاني آخر؟ إيه أكو طريق. شوف هنا عندنا المؤشر بالفقرة، بالفقرات هنا نقدر نكتب على اليمين، شوفه تحول رأسا إنجليزي، وإذا رجع
باو احنا على اليسار، شوف هنا اتجاه نص من اليمين لليسار، انقر، شوف تحول المؤشر شباب، بس شوفوا شكل المؤشر، شكل المؤشر هسه خلينا نهدف، شوفوا شكل المؤشر يصير عربي باور. شوف المؤشر العربي شو يكون؟ في اعلى المؤشر راس على اليسار، باو هنا انقر، بس اوقف عليه، بس مجرد ما اوقف الماوس شو يطلع لي؟ اتجاه ناس، شوفه اقرا اتجاه نص من اليسار لليمين، بمجرد ما انقر شوف المؤشر مالته شو تحول؟ تحول الى انجليزي، اللغه الانجليزيه يكون مائل بدون راس بي. فهذه ايضا طريقتين فقط. بكم طريقه تقدر تكتب اللغه الانجليزيه والعربيه؟ بطريقتين. شنو هن؟ بالنسبه الى فقره نروح الى فقره ونظهر من عندها اتجاه النص، والثاني انه نروح الى الالت زائد شيفت. زين النسخ هسه بالنسخ الانجليزي يمن عكسته الانجليزي والعربي، الانجليزي والعربي. زين نجي هسه المن الى النسخ والقص واللصق والحذف، هذا اللي شفناهن هسه. احنا اشتغلنا قبل شويه الكاترال، وانتم ماخذين هذا سابقا، حتى ذا هاي هم نعيد عليهم. عندنا الكاترال سي، هذا المن للكوبي، سي كلمة سي كوبي، هاي باو هنا. هنا إذا أريد مثلا أكرر هاي كلمة مثلا لفظ الجلالة الله، شوف نقرتين، نقرتين على لفظ الجلالة، شلون أنسخه؟ إما على اليمين أروح على الحافظة وأنقر، أو مثل ما قلنا نروح على كترال سي. إذا نروح شوفوا شباب هنا إنجليش كترال سي، هذا الكترال وهذا السي. هسه صار عندي خزن بلفظ الجلالة الله، شوف هنا هاي صفحة فارغة أرد ألصقها. شنو اللصق؟ إعاز اللصق، إعاز اللصق اللي هو كترال في. لاحظ شوف إجا كلمة لفظ الجلالة، هذه إذا نسخ. إذا كترال كي، الكي شنو؟ كترال سي للنسخ والكترال في لللصق. زين عندنا القطع، اذا اريد نقطع هاي البيست، شوف بيست يعني معناتها لصق. والحافظه عرفناها عليكم، شفنا الحافظه انه شلون نقدر نشتغل بها. زين القص شلون؟ اذا كلمه اريد اقطعها تماما مثلا الرحمن بنقرتين حددت، شلون اقطعها؟ كترال اكس، انطل انجليزي كترال اكس، شوفها راحت اختفت، اعيدها، خل ارجع، الارجع منين؟ تراجع، هذا السهم اللي موجود تراجع عن، شوف رجعت الكلمه كما كانت. ركز وياي، ركز وياي شباب، كلمه الرحيم ارد احذف كلمه الرحيم، انقرها نقرتين تحددت، شلون اقطعها؟ اقطعها باللغة الانجليزية كترال زائدا اكس. شوف هسه بس مجرد ما انطر اكس بالكيبورد راسا شو تسوي؟ تنحذف، اكس راحت. وين ارد اضيفها؟ مثلا بصف الله، الله الرحيم، فش اقول؟ اقول كترال مثل ما تعلمنا اللصق كترال في، شوف اجت كلمة الرحيم. إذن كترال سي هي استنساخ، والكترال اكس هي قطع، أما بالنسبة للكترال في فهو لصق في كل الأحوال. زين القطع وين موجود هنا؟ إذا الرحيم هسر دقطح هنا نقرتين، منين أخذها؟ من الحافظة، هذا المقص، قص شوف أنقر راحت كلمة الرحيم، من أن أنزل لي جوا أرد أخليها أروح إلى اللصق، شوف بيست صارت الرحيم. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى القص، شوف كترال اكس وكترال في. الحذف بالنسبة للديليت هاي واضحة عندكم، انه هذا هاي عندك هاي هاي ديل ديل ديليت يعني ديل، او بي بي كي اس بي، هاي يعني هم ايضا تحذف اي كلمة تريدها.
آخر شيء عندنا التراجع والإعادة عند تنفيذ أي خطوة من خطوات الكتابة أو الإدراج أو تكوين جدول. هل يمكن التراجع عن ذلك بالنقر؟ نعم نقدر. شلون نقدر؟ شوف هنا مثلا أنا هسه جاي أكتب وخطأت، مثلا الرحمن ما كتبتها هيتشي مثلا، شوف هسه راح أنقر. شوف مثلا الرن خطأت أرد أكتبها، شلون أعدل؟ أرد أرجع مرتة ثانية كانت صحيحة، أروح أصعد لي فوق ألقي تراجع. التراجع شنو بالكيبورد؟ كترال زت أو السهم. أنقر شوف رجعني خطوة، أنقر رجعني خطوة. شوف قبل لا أسوي سيف. أما إذا سويت سيف شباب بس أسوي سيف هنا شوف أحفظ، بعد ما أقدر أتراجع تبقى الكلمة خطأ. إذن هذه جدا جدا مهمة بالكتابة، كلمة التراجع. هواي أمور نكتب بيها ونخطأ بيها خصوصا إذا نسترسل بالكتابة، فكلمة إعازة التراجع مهم جدا جدا. زين التراجع شوفه كترال زي أو كترال زت، هذه أيضا بالكيبورد. زين التراجع يعني إعادة. زين إذا أرد أتقدم مو بالضرورة التراجع، أرد أتقدم للأمام كترال واي اللي هو شوفوا نجري إعاز، شوف هذا بالمقابل إليه، شوف كترال واي إعادة كتابة يتقدم. يعني شوف هسه إذا تراجعت عن الخطوة اللي سويتها أي خطوة من أرجع أروح عليها، شوف يرجع مرة ثانية. شوف هاي جاي تقدم من ساعة من حذفنا كلمة الرحمن، شوف هسه أرجع أتراجع. إذن يمكنني أو بالإمكان التنسيق بهاي الأمور، يعني جاي تلاحظون مرونة جدا رائعة في الكتابة. هاي بالنسبة إلى التقدم والإعادة كترال زي وكترال واي. أوامر التنسيق نخليها للمحاضرة الجاية، راح نشوف إنه شلون نقدر ننسق الخط. أنا يعني اعطيتكم هسه مقدمة إنه البيل بولد يعني معناته تغميق الخط إذا الخط يكون غامق، وأيضا إلى إعاز موجود. شوف هذا البولد، شوف هسه إحنا كله مشتغلينه، شوف من نضلل نوخر الماء للرجعة ونوخر البولد، وخرنا التفعيل مالها رجعت كتابة عادية. زين هذا أقدر أضللها وأغير نوع الخط. شوف كل ما أمشي خلنا أمسح لكم ذني حتى تصير أوضح. باعوا راح تشوفون أنه أنواع الخطوط كلش راقية وتقدر بالوورد بمجال أكثر من الموبايل من تشتغل. باعوا ظلل أي شيء ظلل، بداية السطر أكتب أروح باعوا تتصفح، شوف الخط شلون يتغير. شوف الخط اي شيء تردوه، يعني اي شيء حسب رغبته وحسب انواع الخطوط. شوف هذا كله تنسيقات، شوفوا يا شباب هاي كلها تنسيقات للكتابه، كلها تنسيقات. وهنا على التصغير والتكبير الكتابه الايتليك اللي كتابة الخط المائل، والأندرلاين إذا أريد نخلي خط، وبعدين تغيير لون الخط. الخط هذا من أنا مظلل الباوع أروح للأحمر، شوف أقدر أغير لون الخط هنا بلا لون. شوف هذا هنا هاي الألوان اللي تشوفوها، خلينا نظللها. شوف لون الخط اللي تراجع مو خلفية، هذا لون الخط شوفه صار أحمر. الأطي غير لون أصفر، لاحظوا هذا ألوان الخط. أكو ألوان إضافية أنت تقدر تختار، شوف ما موجودة تقدر تخبط بها لونين
معه وهكذا. بس هذا الأحمر تقول له موافق، شوف صار عندنا خلفية، نقدر نسوي خلفية لوضة الجلالة. هسه خلينا نصغرها حتى تصير خط. هاي الخلفية هنا شوفها، صارت عندنا خلفية. هاي التنسيقات إن شاء الله، وندخل بعد أكثر بالتنسيقات المحاضرة الجاية إن شاء الله الأحد القادم. أي سؤال شباب اسألوا ضمن محاضرة اليوم، أي شيء ما واضح أعيده، ماكو أي مشكلة. دولفو بنيات.